ما تسمحش لأي حد ان يجي جنب حلمك، ما تسمحش لحد ان يقولك انك مش هتقدر تعمل حاجة حتى لو كان اقرب حد ليك. ان اللي بيعجزك وبيقولك مش هتقدر ده حد عاجز اصلا، اللي بيعجزك ده شخص مش عايزك تتقدم عنه في اي شيء. واخيرا لو عندك حلم امسك فيه بايدك واسنانك ومتسيبهوش لحد ما توصل.